معانا خبر في الحقيقة عن محمد صلاح، وعنوان الخبر من صدى البلد: صدمة جماهير ليفربول تطالب بالاستغناء عن محمد صلاح. صدمة، هي فعلا صدمة. كمان صحيفة ديلي ستار البريطانية قالت ان محمد صلاح يبدو غير مكترث بغيابه عن التهديف، فعلى الرغم من تسجيله لثلاث اهداف مع الفريق حتى الان الا انه اضاع فرصا لا حصر لها واتهم بانه اناني. قالت كمان الصحيفه ان جماهير الريدز باتت تطالب ببيع اللاعب المصري بعد انخفاض مستواه مع انطلاق الموسم الحالي في مختلف المسابقات. وفي الحقيقه بقى انتشر على تويتر كتير من جماهير الريدز، يعني احد الجماهير قال بيعوا صلاح، التاني قال انا مشجع، تالت هو في مشجع كمان قال ليفربول يجب ان يبيع صلاح، مشجع قال المشكله ليست في عدم تسجيل الاهداف لكن موقفه واداؤه. وكمان ايضا من بعض التويته اللي طلعت على التويتر: بصفتي من مشجع ليفربول كنت سابيع صلاح بدون تردد ولو للحظه واحده. وكمان حد قال نحن بحاجة لبيع محمد صلاح، نحن نحصل منه على 50 أو 60 مليون ونحصل على لاعب آخر جيد. إيه اللي حصل؟ كلام فاضي طبعا، الكلام ده كلام غير منطقي أبدا، يعني إن يتم المطالبة حتى برحيل لو كانت محمد صلاح امبارح مباراة، امبارح يعني حتى لو محمد صلاح يعني ما سجلش 10 تجوان الموسم ده. بالظبط، لا لا طبعا كلام غير منطقي ابدا من بعض الجماهير. احنا انا اقدر اجيب اراء سلبيه من كل الجماهير وعن اي حاجه في الدنيا انا عايزها، لان زي ما بيكون في اراء ايجابيه كتير بتكون في اراء سلبيه كتير. في جماهير من ليفربول كتير بتدعم محمد صلاح على السوشيال ميديا، وفي جماهير في العالم ليه كله بتدعم حصل محمد صلاح. يعني التقرير ليه عامل سبوت على الجماهير السلبيه؟ يعني ممكن عشان ترافيك، يجيب ترافيك كتير. احنا نتكلم عن الخبر وناخد الخبر، ولكن ده احنا انا مش بدافع عن محمد صلاح. محمد صلاح فعلا مستواه اسوأ من السيء الموسم الحالي، ولكن ده مش مبرر ابدا ان يبقى عندك ثالث احسن لاعب في العالم وتقول عايز اتخلص منه. ده مش طبيعي. انت لو عندك ثالث احسن لاعب في العالم او لعيب مرشح انه يكون احسن لاعب في العالم، الطبيعي انك تحافظ عليه، تشوف ايه المشكله، تحاول تدعم اللاعب دوت حتى نفسيا، لانه واضح ان محمد صلاح بيتاثر نفسيا. واحنا كنا فاكرينه لاعب غير مصري بعد اللي شفناه الموسم اللي فات، لكن الموسم ده اثبت انه لاعب مصري يعاني شويه من قصه النفسيه المصريه اللي بتتاثر بسهوله، يعني من الضغوطات ومن الاجواء المحيطه. هل وكيل اعماله او المحامي بتاعه رامي عباس سبب في اللي بيحصل لصلاح دلوقتي؟ يعني ربما، لانه جايز يكون ما فصلوش بشكل جيد عن اللي بيحصل، الازمات اللي حصلت في اتحاد الكوره، ولكن اذا كان رامي عباس مسؤول فاكيد اتحاد الكوره هيبقى مسؤول اكتر من رامي عباس، لان هو اللي صدر المشاكل وهو اللي ما قدرش يحل المشاكل محمد صلاح، وهو اللي حط محمد صلاح تحت ضغط كبير. ولكن انا شايف ان بدايه الموسم السيئه لمحمد صلاح كمان ترجع ليورجن كلوب، رغم ان يورجن كلوب ليه الكريديت الاكبر ان هو يخلي محمد صلاح يوصل للمستوى اللي هو فيه، ولكن ما قدرش يحمي اللاعب بتاعه. We'll be right back.